بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة، احنا موجودين دلوقتي في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. زي ما حضراتكم شفتوا البوابة اللي احنا لسه داخلين منها دلوقتي كانت هي البوابة اللي احنا أو اللي هتشوفوا زيها إن شاء الله في التجمع الخامس اللي هي بالفعل قائمة. النهاردة هنتكلم أكتر عن ماذا يفعل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة علشان يعمل مقر رابع أو خامس للنادي الأهلي في التجمع الخامس. الحقيقة كل اللي بيحصل خلال الفترة السابقة لازم نشكر عليه المجلس السابق والمجلس الأسبق، لأنه دائما في النادي الأهلي كل الأجيال بتسلم بعض، كل مجالس إدارة النادي الأهلي المختلفة بتسلم بعض، ده بيعمل حاجة وده بيكملها وده بيكملها، أشياء كتيرة جدا. وده دايما كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يتكلم عن السابقين، دائما يقول إن هم اللي بدأوا وإحنا اللي بنكمل واللي بعدنا هيكملوا اللي إحنا بنعمله دلوقتي. هذه هي سنة الحياة داخل النادي الأهلي، دائما يظل النادي الأهلي في مكان تاني، دائما يظل النادي الأهلي في أخلاق بأخلاقه ومبادئه في دايما في مكان تاني. زي ما قلت لحضراتكم البوابة اللي أمام حضراتكم دي احنا كنا داخلين منها من شوية، هي البوابة الرئيسية في فرع أو بالظبط كده زي ما حضراتكم شايفين في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. أنا دايما أحب ما بحبش أقول فروع أو فرع، أنا أحب أقول دايما مقر، لأن النادي الأهلي بكل مقراته في الجزيرة هو المقر الرئيسي، ثم الشيخ زايد هو مقر، أما مدينة نصر أيضا مقر، ثم التجمع الخامس وهو أيضا مقر، لأن كل واحد فيهم اللي 50 واللي 60 واللي 53 واللي 28 فدان. أنا بتكلم على كمية أو مساحة الأرض اللي موجودة، وبالتالي عندما ترى ماذا يحدث في التجمع الخامس من النادي الأهلي، الحاجات اللي أمام حضراتكم دي وأنتوا قاعدين بتتفرجوا عليها لكل أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي ولكل أعضاء الجمعية العامة اللي خارج النادي الأهلي من حقهم إن هم يفتخروا بما يروه. لحضراتكم شايفين